وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد والجامعات الليبية. ورحب بك بداية دكتور زرموح. دكتور زرموح من المعلوم أهلا بك. من المعلوم أن مصرف ليبيا المركزي يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة بموجب القوانين والتشريعات النافذة، ولكن ما الغرض من قيام النائب المحافظ في بنغازي بقرصنة الحسابات المصرفية؟ أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدين. طبعا هو ورد في البيان بيان مصرف ليبيا المركزي الذي رد فيه على بيان السيد رئيس المجلس الرئاسي في بيان المصرف في نقطة سابقا يقول فيها حرفيا إغفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي كان إجراء احترازيا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون. طبعا هذا الكلام الحقيقة أنا أعتني به على المستوى الشخصي، ولكن هذا يعني يقول عليه السيد المحافظ وهو أدى به، ولكن إذا صح طمنا وأنا أعتقد أنه هو لابد يكون كافيا يعني على كلام مسؤول، يعني مهوش كلام هيك اعتباطا، يعني مهوش كلام صادر عن جهة مسؤولة، صادر عن كبيرة أهم مؤسسة اقتصادية في تركيا اللي فيها مصرف المركزي، وهذا كلام صادر عن السيد المحافظ. يعني عندما يقول قرصنة وعندما يقول خارج القانون معناها في كارثة، يعني في شيء غير صحيح، ويقول انه اقفل المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي لهذا السبب. إذا موضوع هذا موضوع يعني يحتاج الى تحقيق، يحتاج الى ما الغرض من قيام النائب المحافظ في بنغازي بقرصنة هذه الحسابات؟ ما الغرض؟ هو الغرض واضح، يعني البحث عن تمويل، بحث عن فلوس. الغرض واضح، يعني بيكون هو محتاج لفلوس ويكون فعلا حفظ ان يفعل، ولم يؤكد العباره كما قراتها هي امامي الان، لم يقل انه هو فعل، ولكن يعني هو يقول اقفال المنظومه المصرفيه عن فرع المركزي بنغازي كان اجراء احترازيا ممكن حصل او في محاوله تبلغ قيام نائب المحافظ بقسمة بعض الحسابات المصرفيه لجهات عامه كان اطار القانون. يعني الان قوي الحد، الان صعب ويحتاج الى تحقيق، وبالفعل في الحاله هذه انا شخصيا لا استطيع ان اقول ان عن المحافظ انه هو يصلح المنظومه الا بعد التحقق من هذه العباره يجب التحقيق فيها وما استثمارها ودور صحة، وبعدين بعد ذلك عندما تتخذ الاجراءات القانونيه يجب ان تفتح المنظومه، لكن قبل ذلك كيف نستطيع ان نقول هذا؟ لا كثيرين الحقيقه استاذنا الفاضل، كثيرين او الكثيرون من الناس يلومون المصرف المركزي على اسفل المنظومه وخاصه على المنطقه الشرقيه. انا الحقيقه أنا أعرف ذلك على بررت وفصلت ذلك في مناقشات سابقة على امتثال، لأن حسب قانون المصارف على جميع المصارف التجارية ومن أولى المصارف الفروع المصرف المركزي الكل يجب أن يمتثل للمصرف المركزي. المصرف المركزي يدار بمجلس الإدارة على رأس المحافظ، فالموضوع موضوع قانوني صرف يعني.